المار بهذا الطريق الوطني رقم واحد اتجاه البليدة دار البيضاء بئر مراد رايس تواجهه حتما هذه الورشة المفتوحة للأشغال العمومية التي تسابق الزمن قصد الانتهاء من إنجاز مشروع تهيئة المداخل نحو المحطة البرية للمسافرين للجهة الغربية طور الإنجاز ببئر خدم. المشروع سيضفي سهولة ومرورية سلسة ويسهل الدخول والخروج من وإلى العاصمة. المشروع هذا فيه فايدة بزاف للمواطن. زمان كان لازم تاخذ هذا الطريق باش تروح للدار البيضاء ودوكا لا تقدر تكوبي ديريكتومون جي با اللي يجون بير مودراس ثاني حيديرونا رون بوان هنا ثاني الناس كي كانت تدخل من حيدرة وبن عكنون ما يقدروش يدخلوا لعندنا لهنايا لازم يروحوا حتى بير خادم يدوروا يعاودوا يدخلوا دوكا لا ديريكت كوبي منا ما شاء الله هما شويه صدا جيميني شويه على تنقص شويه السيركيلاسيون مضرب شويه صعيب لا كوت معروفه يعني ماشي من اليوم وان شاء الله تكون خير احنا هنا صابرين ونستناو ان شاء الله الخير هذا ما كان ماذا بينا نشوفوا طريق شابه وعريضه. هذه الشرايين المرورية سخرت لها أغلفة مالية هامة من شأنها تخفيف الخناق على الطرق الرئيسية التي تشهد اكتظاظا يوميا. والأشغال قائمة 24 ساعة على 24 ساعة في هذا المشروع من أجل خدمة المواطن وباش نسيو ونكملوا هذا البروجي في أقرب الأجل بإذن الله. إذا راحت هو مشروع مهم يمكن كامل حركة المرور باش تدخل بسهولة إلى المحطة الجديدة والتنقل إلى الدار البيضاء إلى بئر مراد رايس. هذا هو أهمية المشروع من حيث حركة المرور ومن حيث المحطة البرية. 4 مليار دينار جزائري كما هو يعني معروف لكامل المشروع. هي مشاريع حيوية تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي لإعادة تأهيل طرق العاصمة وفك الخناق من خلال ضبط حركة المرور والنقل.